بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بالإيمان تعريف الإيمان وأركان الإيمان الستة راكز مين في سلس يا قلنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعن قص بالمعصي إتلزمة إيمانه كوسك سنزي سولي سيدامس تكوت

يا اوسكي مالكيت ما عرفت نعم. هي هذه اركان الايمان السته شرحناها نيدن كوس اوس سمس ايمان سمس من استراك آه الرك المرتبه الثالثه الاحسان آه كل ما سل اسلامي اوس است ان احسان الاحسان هو ركن واحد اتسان اكس اكس سمس الايمان اركان خمسه آه الاسلام اركان خمسه إس اسلام اسلام بي سمست والإيمان أركان سته <applause> والإحسان ركن واحد إحسان <applause> لكن تحت هذا الركن مرتبة عليا ومرتبة دنيا أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تراه ما معنى هذا يعني أقوى دافع يدفع المرء إلى العبادة

ان استطعت الوصول الى هذه المرتبه الحمد لله هذه اعلى المراتب نعم كوي نعم وان لم تستطع الوصول الى هذه المرتبه لا يمكن الخروج عنها المرتبه هذه الدنيا كوي فان لم تكن تراه فانه يراك عباده خوف وهرب وتسمى عباده المراقبه نعم قد يكون الانسان في بعض الاحوال في العباده في اعلى مراتب واحيانا يكون في المرتبة الدنيا نعم. يقول من أن من أسنى أسنى نعم ما الدليل على اركان الاسلام والايمان والاحسان يا إسلامي سمسته سليماني إيماني، سمسته إحساني يا حديث جبريل عليه السلام آه, قابريل حديث جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله آه, عليه وسلم كي تولي قابريل بروفتي آه, إسلامي قوس إسلامي سيورته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان يا رقوسي بروفتي صلى الله آه, عليه وسلم إسلامي إيماني إحساني قهته نعم وكان يسأل